نعرف أكتر عن كواليس منتخبنا وعن الأجواء طبعا من خلال المهندس هشام نصر. المهندس هشام نصر رئيس طبعا الاتحاد المصري لكرة اليد ورئيس كمان اللجنة المنظمة لهذا التنظيم. مساء الخير يا فندم. أولا طبعا بنرحب بيك في قناة النادي الأهلي، وكمان بنبارك لحضرتك لهذا التنظيم الرائع، يمكن اللي أبهر كثير من الناس وكثير من الدول على حول العالم كله. بنقول لحضرتك مبروك الانطلاقة الرائعة لكأس العالم اليد، وإن شاء الله بإذن الله مصر تتوج بهذا الإنجاز أو بهذا الكأس الغالي إن شاء الله. الله يبارك فيك يا فندم، متشكرين للمتابعة البالية من النادي الأهلي. الحمد لله كان الافتتاح أكثر من رائع، وشرفنا طبعا بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس المجلس الوزراء والدكتور أشرف صبحي. بصراحة بذل مجهود جدا عشان يحصل افتتاح زي ده يليق بسمعة مصر. الحمد لله انتهى على خير اليوم الأول، ما زالت الجهود بتبذل علشان إن شاء الله بقية المباريات إن شاء الله تكمل على خير إن شاء الله. باشمهندس طبعا بنحييك وبنقول لك ألف ألف مبروك على هذا التنظيم الرائع، ويمكن حتى احنا شفنا يعني يمكن تفاصيل اكتر في التقرير، لكن عايزه حضرتك تقول لي عن هذا التنظيم استغرق وقت قد ايه. طبعا احنا بنتكلم عن ظروف برضو يعني استثنائيه، فاتكلمنا عن المده اللي اخذها يعني قبل انطلاق البطوله والتحضير لهذه البطوله. لا ده مده طويله جدا، احنا بقالنا اكتر من سنه بنشتغل على تنظيم البطوله مع كل شويه بيحصل تغيرات في المتطلبات بتاعه تنفيذ الاجراءات الصحيه. مثلا اكبر دليل موضوع الحضور الجماهيري من 50% ل 30% ل 20% لعدم حضور الجماهير اطلاقا بناء على على توصيات رابطه المحترفين الاوروبيين وتوصيه من الاتحاد الدولي. فطبعا الدوله استجابت لكل الطلبات دي لان الهدف الاساسي انجاح البطوله والمحافظه على صحه اللاعبين والجماهير وكده. فطبعا احنا كاتحاد مصري مثلا خسرنا سلاح مهم جدا للفريق اللي هو الجماهير، لكن مقابل كده نجاح البطوله وانها تخرج بسلام هو ده نجاح البطوله. اي بطوله عالميه يبقى مقياس النجاح فيها هو النواحي الاقتصاديه التنظيميه الفنيه، لكن المره دي نجاح هذه البطوله هو الناحيه الصحيه. لو نجحنا صحيا بس عايز اقول ملحوظه في النقطه دي، هو الهدف الاساسي هو تقليل لا قدر الله الاصابات بتاعه الناس. لو وصلنا لنسبه 0% ده هيبقى انجاز كبير جدا طبعا، لكن الطبيعي اكثر دول العالم تقدما بيحصل اصابه للاعبين وبيتم معاهم اجراءات. في الدوري بتاع ابطال اوروبا كره اليد كان في لعيبه بتصاب، الترتيب معمول اصلا ازاي تتعامل مع الاصابات. لو حد لا قدر الله اصاب، عايز اقول لحضرتك ان كل الفنادق فيها يعني كل الاستعداد، غرف عزل، غرفه اشعه، معمل تحاليل، كل 48 جوه الفندق، جوه اقامه اللعيبه المنتخبات، جوه اقامه اللعيبه مع المنتخبات في كل فندق. الموضوع اكبر مما حد يتخيل، ما وراء الكواليس مجهود صعب جدا ومجهود كبير جدا. بشكر فيه وزاره الصحه، بشكر فيه اعضاء مجلس الاداره، بشكر فيه كل القائمين على تنظيم البطوله من اللجنه المنظمه من وزاره الشباب والرياضه. مجهود اكثر من رائع بصراحه. يعني حضرتك كمان هو طبعا نظام الفقاعه الطبيه ده طبعا يعني اجراءات احترازيه على اعلى مستوى. كل الفرق الموجوده يعني اللجنه الطبيه بتقوم بمجهود اكتر من رائع، والمجهود ده بس مش الافتتاح، المجهود ده مستمر لنهايه البطوله ان شاء الله. عايز اكلم حضرتك على الاصرار والتحدي اللي يمكن في لو اتعرض هذا المحفل العالمي على كل دول العالم كان هيكون في اعتذار، لكن اصرار القياده المصريه واصرار
كل القائمين على العمل الرياضي في مصر كانوا عندهم إصرار كبير جدا جدا لإقامة هذه البطولة في ظل ظروف صعبة. عايزين نعرف كمان من حضرتك الإصرار دوت، لأن كمان النتائج بس مش على مستوى الأداء الرياضي، لكن نتائج إقامة هذه البطولة على أرض مصر بتدي رسائل للعالم كتيرة جدا، وبتثبت مصر كل يوم إنها قادرة على يعني التحديات الكبيرة يا فندم. يعني إيه كلمة أنت متميز؟ صحيح. لو أنت زي بقيت دول العالم اللي لغت لأجلت واللي ما عملتش بطولات واللي اختارت الطريق الاسهل اللي هو الالغاء، لكن انت عشان تكون متميز لازم بتواجه كل التحديات، بس بتاخد كل احتياطاتك. صحيح. بتواجه العالم. اولا عايز اقول لحضرتك، ولا الاجيال الحاليه ولا الاجيال السابقه عندها مانيوال لعمل بطوله عالميه في ظروف زي اللي احنا فيها دلوقتي. فانت بتبتكر حاجه جديده بتتميز فيها، بتتحدى الصعاب، بتكون رساله للحياه اللي يجب ان تستمر. لو قعدنا نوقف كل انشطه الحياه يبقى الخساره هتبقى عظيمه جدا يعني، لكن احنا بندي رساله لكل الدول اللي عندها بطولات انها تقدر تاخد الكونسيبت اللي عملته المصري والجرأه اللي عملته الدوله المصريه. صحيح. ممكن تحقق نجاحات كتير ان شاء الله. حقيقي دي كانت رسالة اللي حضرتك قلته ده باشمهندس، ان انت لو لغيت او تم حتى ارجاء البطوله ما كانش حد هيعاتبك ولا حد هيقول لك انت بتعمل ايه، لكن انت النهارده بتمشي فوق الصعاب وبتتخطاها كمان. هو ده التميز يا فندم. القيادات اللي هي اخذت القرار ودعمته بكل قوه، فالحمد لله يا رب يكللها بالنجاح ان شاء الله. ان شاء الله يا باشمهندس. خلينا نتكلم كمان على انطلاقه منتخبنا بقوه امام المنتخب تشيلي وفوزه بفارق 6 اهداف. الشكل الفني للبدايات، دايما البدايات بتكون يعني بدايات حذره شويه وبدايات هامه جدا لكل المنتخبات. شايف حضرتك، وانا عارف ان حضرتك دلوقتي متواجد كمان في احدى الصالات بتتابع احدى المباريات كاس العالم، لكن كلمنا رؤيتك في بدايات وانطلاقه كاس العالم لليد للمره 27 في مصر. انطلاقه فنيه شكلها عامل ازاي؟ هو هكون صريح مع حضرتك، انا لسه يعني مش راضي قوي عن الاداء رغم ان احنا كسبنا واتكلمت مع اللعيبه واجتمعت معاهم، لكن برضه بلتمسهم العذر حمى بدايه البطوله، لان احنا بصراحه الاعداد ما كانش بالصوره كما يجب. طبعا كلكم عارفين ظروف عدم السفر والمعسكرات والاحتكاكات الكبيره اللي كنا المفروض نعملها، لكن هذا لا يمنع ان هم بذلوا مجهود كبير جدا، معاهم مدرب كويس جدا. أنا متأكد إن شاء الله إن مستواهم كل مباراة عن مباراة هيطلع، أنا أثق فيهم جدا، لعيبة ممتازة حققوا قبل كده بطولة أفريقيا وتأهلوا للأولمبياد مباشرة، عندنا ثقة كبيرة فيهم جدا، هم محتاجين دعاكم ودعم معنوي مننا إن شاء الله، وإن شاء الله هنحقق حاجة كويسة ترضي الشعب المصري إن شاء الله. أكيد 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 طبعًا. أنا عايزة أتكلم طبعًا عن إحنا في النهارده 2 من المنتخبات، منتخب أمريكا ومنتخب تشيك اللي إحنا المفروض كنا نقابله في مجموعتنا المجموعة 7 يا باشمهندس، تم طبعًا يعني التحفظ على يعني اعتذارهم عن اللعبة أو البطولة لاكتشاف طبعًا عدد من الإصابات بفيروس كورونا في منتخباتهم. فكلمنا عن اللي حصل ده برضو، لأن الصحافة اتكلمت ومواقع طبعًا وكالات الأنباء العالمية اتكلمت، فعايزين حضرتك تكلمنا عن ده وتوضحه أكتر للسادة المشاهدين. الاتحاد الدولي بقيادة الدكتور حسن مصطفى كان جاهز لكل هذه الاحتمالات، وكان مجهز 5 منتخبات ستاند باي حال اعتذار أي منتخب بسبب الكورونا هيجوا يشاركوا في البطولة، وده اللي حصل فعلا. احنا أنا حاليا في الصالة بتفرج على فريق مقدونيا مع السويد، فريق مقدونيا اللي دخل في مجموعتنا مكان التشيك وبيلعبوا اهو مباراه قدامنا، فريق سويسرا اللي دخل مكان امريكا جه من المطار على الملعب وكسب المباراه فعلا. فكان الاتحاد الدولي بصراحه احييه، يعني هو كان جاهز لكل الاحتمالات والفرق لبت على طول المجيء للبطوله، واكتمل عقد الفرق 32 فريق موجودين حاليا في مصر،
والمباراه تأهيل الحمد لله، العجله دارت، بقينا شغالين ان شاء الله، ربنا يتم على خير. ده كان مهم جدا ان كل عاملين حسابكم على كل الاحتمالات، وده كان اشتغلت بشغل احترافي بشكل كبير جدا جدا. خلينا اتكلم كمان عن رسالة توجهها كمان لمنتخبنا، وخاصة اعتقد ان المباراة الاصعب لسه هي مباراة منتخب مصر مع منتخب السويد في نهاية ان شاء الله المجموعات، لكن كلمنا او حضرتك رسالة للاعيبة منتخب مصر ان شاء الله، رسالة تحفيزية تقول لهم ايه مع طبعا بدايات انطلاق هذه البطولة؟ اقول لهم انتوا ثمرة المجهود اللي اتبذل ده كله، لو تم ان شاء الله تحقيق نتيجه طيبه ان شاء الله الجماهير المصريه، كل تعب ده هيروح. انا متاكد ان هم كل مباراه، المباراه الجايه مع مقدونيا ان شاء الله، والمباراه اللي بعديها اخذ المجموعه، واحنا بنحاول ان شاء الله نلعب على اول المجموعه، يبقى ده اول خطوه بنحققها، ربنا يسهل ان شاء الله، ونطلع الدور اللي بعده ولكل حدث حدث ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يوفق منتخبنا باذن الله، ونوصل كمان لابعد نقطه، وطبعا كل جماهير يعني كل الشعب المصري ورا فرقته، ان شاء الله نشوف ان شاء الله منتخبنا في المباراه النهائيه باذن الله ان شاء الله. شكرا جزيلا ليك باشمهندس هشام نصر، طبعا رئيس الاتحاد المصري لكره اليد ورئيس اللجنه المنظمه لهذه البطوله. وعايزين نشكر كمان السيد حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد، وهذا التنظيم المشرف طبعا والاكثر من رائع، علشان تخرج الصوره المشرفه ديت اللي ظهرت بالامس ومكمله لحد 31 يناير الشهر، انها تظهر بصوره ولا اروع. وانت بتتكلم النهارده في يعني 32 منتخب، أول مرة ده يحصل في هذه اللعبة في هذه البطولة تحديدا. صحيح. أول مرة، فعايزين نشكرك شكرا جزيلا مرة أخرى، وكل التوفيق لمنتخبنا، كل التوفيق لاسم مصر، وإن شاء الله يتوج بهذه البطولة.